نعم. الثاني عندنا أربع أشياء تخرج من الذكر. البول نجس، وعندنا المني طاهر، فلو جاء مني على الثوب، على السروال، على المكان، هذا ليس بنجس. المني طاهر لأنه أصل خلق الإنسان. यदि मणि यानि बिरियक मान्छेको तन्नामा अथवा कपडामा लायो भने त्यो ताहिर यानि पाको कपडा नापाको होइन, किनभने बिरिय मान्छेको यो भित्रको कुरा हो र त्यो नापाको होइन. लेकिन सुन्ना इदा कान अल मनी अला थौब व इदा कान जाफ तहक हकला. तर सुन्ना के भने यदि मणि कसैको कपडामा लायो भने त्यो सुकेको छ भने आफ्नो नाउँले कता हुन्छ. ولو صلى دون ان يحق الصلاه صحيحه طب لا اشكال فيه. يعني تيو قطار نقطار نماز قولي يعني تسمى نماز من سيدي. واذا كان رطب لم يجف يرش بالماء، ياخذ ماء هكذا ويرش على المكان اللي فيه المني، رش هكذا يسمى نطب. نعم. يدي تيو ماني سوقي وسيدي ماني برو ماني ماني يشتري شيء قبل ما لا سر كيف هو ماني سوقي. نعم. هذا الثاني قلنا الاول البول والثاني المني، قلنا المني طاهر. ماني باكسي. نعم. عندنا الثالث المذي. كسر مذي هو تلقي ماني بندق ويلان سكنسي. مانشي ما يوم اسم المذي بس انت انا اشرح. لا بس الله يفهمون الله. انا اقول قل فقط الاسم اسم المذي. طيب مذي كسر كي مذي. المذي هو سائل ليس له لون كالماء. مذي يسو كرة هو باني يستيك تسكو كوني كوني رمو بي. يخرج عند التفكير أو عند التقبيل. त्यो मान्छेले अरूको चुम्बन गर्दा अथवा यौन उल्लास आउँदा मान्छे त्यो निस्किन्छ मान्छेको अगाडि भएको नाजिस त्यो पनि नापाक नाकद للوضوء यो निस्के पनि वजु पनि सकिन्छ. ماذا تصنع اذا خرج منك؟ यदि यो निस्के पनि मान्छेले के गर्नु؟ تغسل الذكر والخصيتين البيضتين. मान्छेले आफ्नो भाग पनि धुन्यो र आफ्नो गला पनि धुन्यो. لان اذا غسل الذكر والبيضتين الخصيتين ينقطع باذن الله. نعم. يغسل الذكر والخصيتين يعني البيضتين، لانه اذا غسلهما باذن الله ينقطع ما يخرج. يعني ما انت لاحظت الخصيتين لاحظت ذكر يعني اغلب ما هو يعني كوري تو تسكن راسه ساكن ترى ما انت باكن. نعم. اذا وقع منه شيء على الثوب على السروال ماذا نصنع؟ يدي تمضي 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 قبل ما تعمل كذا تاخذ ما هكذا وترش على المكان اللي نزل فيه وتخرج تصلي لا اشكال بعد ان تتوضا. طبعا قبل ما الاقي مستديما باين ديرا قبل ما اجي باني شنو بالنسبه لي نواز بقول نماز. اما ازاله البول الغائط دم الحيض دم النفاس اذا كان على الثوب ماذا نصنع؟ ترى يدي قبل ما تيسا تا بيسا تا هايس بو كونر لاقي زول كثير سوا غادي نرش الماء مع العصر. ترش الماء مع العصر. نعم. قبل ما نقول فإذا سقط بول على ثوبك على سروالك ترش الماء وتعصر هكذا تخرج تصلي الثوب طاهر الآن أصبح حتى لو بقي أثر الريحة واللون لا يضر. نعم. يسوق باني ما باني على رمال بسي باني نيجولي بسي تباكون زي كسمة كسبو يعني رم ذكي باني كنا باكو دينه ولا باكو.